صدق الله العظيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. منى بكسر الميم وفتح النون هي واد تحيط به الجبال، تقع شرق مكة على الطريق بين مكة وجبل عرفة، وتبعد عن المسجد الحرام نحو 6 كيلومترات تقريبا. تعرف منى بأنها موضع أداء شعائر الحج ومبيت الحجاج في يوم التروية ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق، حيث إن فيها موقع رمي الجمرات والتي تتم بين شروق وغروب الشمس في تلك الأيام من الحج ويذبح فيها الهادي. ويقول المؤرخون إن تسمية منى أتت لما يراق فيها من الدماء المشروعة في الحج، وقيل لتمني آدم فيها الجنة، ورأى آخرون أنها لاجتماع الناس بها، والعرب تقول لكل مكان يجتمع فيه الناس منى. وتقدر مساحة منى الشرعية بحوالي 7.82 كيلومتر مربع، والمستغلة فعلا 4.8 كيلومتر مربع فقط. تؤوي منى سنويا ما يزيد على 2 مليون من الحجاج، فضلا عن غيرهم من العاملين ومقدمي الخدمات المختلفة، وذلك ابتداء من يوم التروية في 8 من ذي الحجة حتى نهاية أيام التشريق في 13 من ذي الحجة، عدا يوم عرفة في 9 من ذي الحجة، بمجموع قدره 5 أيام للمتأخر أو 4 أيام للمتعجل. ينتهي في مشعر منى أطول طريق للمشاة في العالم، والذي يبدأ من جبل الرحمة بعرفات مرورا بمزدلفة، وهو طريق ب4 مسارات يضم على طوله المظلات للوقاية من أشعة الشمس والكراسي والمياه الباردة. خيام منى هي خيام سكنية مصنوعة من الزجاج مغطاة بمادة التفلون لمقاومتها العالية للاشتعال، ومرتبطة ببعضها البعض بواسطة ممرات، وتحاط كل مجموعة خيام بأسوار معدنية تضم أبوابا رئيسية وأخرى للطوارئ. تمتد الخيام على مساحة 2,500,000 متر مربع، وتستوعب نحو 2,600,000 حاج. وبمنى رمى إبراهيم عليه السلام الجمار، وذبح فدية لابنه إسماعيل عليه السلام. اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وبمنى نزلت سورة النصر أثناء حجة الوداع للرسول صلى الله عليه وسلم. وبمنى تمت بيعة الأنصار المعروفة ببيعتي العقبة الأولى والثانية، ويقضي الحاج بمنى يوم التروية، وهو اليوم 8 من ذي الحجة، ويستحب فيه المبيت في منى تأسيا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم يذهب الحجيج إلى منى، حيث يصلي الناس الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بدون جمع، ويعود الحجيج إلى منى صبيحة اليوم 10 من ذي الحجة بعد وقوفهم على صعيد عرفات الطاهر يوم 9 من شهر ذي الحجة، ومن ثم المبيت في مزدلفة، ويقضون في منى أيام التشريق 3 لرمي الجمرات 3، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ومن تعجل في 2 يوم فلا إثم عليه.